الطيارة شاهدنا مع حضراتكم أيها الحفل الكريم ما قدمها مبارك بن راشد بن منينة الشامسي. تهانينا وناموس على فوز الطيارة وحصولها على المركز الأول 6:26. تهانينا وناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ينطلق مشاهدنا الكرام شوطنا ايضا 16 في مجموعة الاشواط، شوطنا ايضا 16 في مجموعة الاشواط، والشوط الرابع عشر خصص للبكار ذلل المهجنات الاصايل في هذه اللحظات. انطلاق موفق نتمنى لجميع المشاركين في هذه اللحظات وبهذا الابداع وبهذا التحدي والاثاره. ناخذ مقدمه الشوط المركز الاول بلقى اللي هي ايضا طماعه خالد بن حمدان بن مبارك الشامسي هو من يقدم طماعه مع المركز الاول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني بلقى في هذا الانطلاق اشعار ايضا من الشعارات ايضا اللي هي ايضا مشاهد الكرام تقدم ذيبه سعيد بن مسلم طرشومة العامرية تقدم في هذا اللحظات بمسلم حاضرا مع ذيبه في هذا اللحظات وبهذا الشعار. أيضا يمتلك أحد الأبكار الحقائق العملاقة وحطوها ما بين قوسين ذهبية اللي بعد مباشرة المجموعة النارية يتقدمون مع ظهيره حمد بن عبد الله بن خزام العامري يتقدم في هذا اللحظات. وعبد الله اسم لا مع خطر سجل حضور أيضا في جميع المواقع وليس في الموسم الماضي مع مشهورة في جميع المواسم أيام مشهورة أيام كذلك الوسمية وغيرها وغيرها. وش بنقول وش بنتحدث عن أيضا الإنجازات. آخذ اللي بعده مباشرة اللي هي أيضا ضبيها مبارك بن راشد بن محمد مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي يقدم في هذا اللحظات اللي هي ضبيها مع المركز أيضا الثالثة كذلك من الأسامي العملاقة والخطيرة كذلك من يسجل حضور في ميدان الشحانية. اللي بعد مباشرة عطري المركز الخامس يا مرحبا بهذا الوصول يتقدم تذكار محمد بن مبارك بني معه بن كلثم الأخيالي مدهل ومناك يا بن مبارك والله أنه من المنافسين اليوم في جميع الأشواط حضوره مشرف. بلغ تحياتي لمبارك بني معه بن كلثم الأخيالي من الأسامي كذلك أيضا العملاق الخطيرة. آخذ المركز الخامس سالم بن أحمد بالحوتة العامري يا مرحبا بالحوتة وتاريخه يشهد لها. الله بلغ سلاماتي البلحوتة بلغوا سلاماتي راعي سيوفه وراعي أيضا منافسات يوم الزحام وينشف الريق يا سلام عليه والله أنه يدخل أشعاره. ولكن ليس نستهان بالشعارات الأخرى ما نستهان الكل لحظة الكل تشريفه الكل هجازاته. 1200 يا المشاركين 1200 يا المشاركين في هذه اللحظات وبهذا الابداع. هذا هو يتقدم على مقدمه الشوط طماعه خالد بن حمدان بن مبارك بالحرز الشامسي اسم عملاق وخطر في عالم الساحر شعار بن الشعارات ايضا المهمه. لكن هذا بن مفتاح مبارك بن راهب بن علي بن مفتاح الشامسي لكن راعي مليحة وصل مع ذيبه سعيد بن مسلم طرشومة العامري يتقدم في هذه اللحظات بن كلثم مع المركز الرابع مع تذكار. ولكن هذا بالحوتة مشاركته تدريجيا نحو ايضا النواميس تدريجيا ايضا يتختل الركض والله هن يتختله ولكن قائد كبير ايضا يولى عملية التضمير الا وهو صالح بن زويدة والله هن تشهد للميادين لكن الله طماع الكل له مطمع وطماع غير طماع غير ناموسها غير لا وامر ولا شبه وامر اطلاقا. اوه يا بن مفتاح يا سلام عليها وصل بن عيفه ما يبنى له طاري ولا يبنى له ذكر في هذه اللحظات. خط النهايه قرب هو جمع قرب الله شوف الاقلاع مع ابو خالد يا سلامي عليك بدا الشوط راسه انهى الشوط راسه شر ما هي صبره
غدرت غدرت بالنوابيس اليوم يا على شحم ولحم خوان شمه مشاركات ممتازه رائعه قبيله وسلامي لك يا ابن الحرزي سلام على هذا الفوز مع طماعه المركز الثاني والحب الكريم في هذه اللحظات عند ايضا مفتاح المركز الثالث عند بن عيف المركز الرابع تقدم يا ولحم الكريم في هذه اللحظات من خلال تواجد انضمام ايضا عند بن كلثم المركز الخامس المركز الخامس أيها الحبل الكريم مرضية ناصر بن عبيد بن علي بن زرب العامري ونعم بهذا الطاري وبهذا الذكر يا بن زرب أيضا هناك توقيتنا الزمنية 6:21 تهانينا وناموس أيضا خالد الحمدان بن مبارك بالحرزة الشامسي مع اللي هي طماعة فلها التحية.